انا لك مشتاق. نامي يس، هذا الصحن كله الي. رح اعمل اكله صحيه، عندي كوسه جزر وبطاطا، في عندي خلطه كاري يابانيه اي ثينك او صينيه، نفس الشيء بالنسبه لي انا. رح احط مع هاي الخضار ومع جنب رز، المفروض تكون طيبه، انا اللي كنت باكله طيبه كثير، اسمها جولدن كاري هيك اسم الماركه، بس ما كانت موجوده فجبت ماركه ثانيه، ان شاء الله تكون نفس الطعم. خليني افرجيكم، هذا هو، شوفوا هذا شكله. بدي اعمل نفس الشيء، رز ابيض، بس انا رح اضيف كوسه كمان، وما رح جاي بالي اعمل شيء سريع ويامي بنفس الوقت. سو رح اقطع الخضار اللي عندي هون، شيء رح بلش بالبطاطا، رح اقطع مكعبات مثل هون، مو كتير كبار ولا كتير صغار. هاي الاكله المفروض يعني تكون صحيه. بس تعرفوا انه انا ما بعرف كيف رح اعمله، يعني كل وحده بيكون عندها هيك يعني وصفه خاصه، فرح تشوف كيف تنعمل، لانه ممكن هي تختلف عن اللي انا بستخدمها عاده اللي هي الجولدن كاري. فيكم اذا عندكم هيك بدكم تاكلوا هيك شيء، فيكم تعملوا معه دجاج بس يكون ستيك، هذا الكريسبي كثير بيطلع طيب معه، بس انا مالي خلق بصراحه، واصلا الدجاج بالفريزر ف حيطول الموضوع. وهيك تاني وانا كمل بي مشتاقة. الكوسة كمان كله مكعبات، بصراحة مو دايق الكوسة لما تكون مطبوخة كيف طعمتها، ان شاء الله تكون طيبة. بس هلا مثلا في يعني مثلا الكوسة بتستوي اسرع من البطاطا، فانا المفروض ما احطهم كلهم مع بعض صح؟ مع اني انا خلطتهم. عم بعمل اكله وما بعرف كيف تنعمل، بس خلص يعني خلوكم معي شوف شو بيصير معنا بالاخير. يعني في عندي كوسه ثانيه، فكره كثير صحيه هيك انه اكل بيبي، يعني كوسه بطاطا وجزر بس اكل البيبي. بتعرفي شو اكتشفت؟ انه انا ارتكبت خطأ مفادح، فقاعدة هلا عم بدفع ثمن غلطتي. الكوسة ما لازم تنحط مع بعض، لانه لبين ما تستوي، قصدي لبين ما يستوي البطاطا والجزر، بتكون هي هيك صارت كتير يعني كتير مهروسة، انه تستوي زيادة عن اللزوم. هي الكوسة ما بتاخد وقت سواء كتير مثل البطاطا والجزر، فيس هلا لازم اشيلهم وحده وحده. حياتي باختصار. لا خلطتهم انا مع بعض، يعني كثير واثقه من حالي، يعني الجزر مع البطاطا مع الكوسه. Help send help please. يا الله على الغباء، يعني انا ما بفكر، يعني ما اوكي حبايبي، راح احط شوية زيت زيتون، ما راح اكتر لانه ما في داعي، وحط هدول البطاطا والجزر فقط. الكوسة هون عزلتها. هلا راح اجيب شوية مي، ما راح اكتر مي بس هيك مشان يعطي بخار يستوي وبس، ما راح احط شيء ثاني لانه بس بدي البطاطا والجزر يطروا شوي، تقريبا 70% او هيك شيء، بعدين بحط الكوسه مشان كل الخضار تستوي، بعدين احط هاد الميكستشر صوص ميكس. اي ثينك انه هو فيه كل شيء، يعني فيه ملح، البهار، الكاري، كل هاي الاشياء.
فانا مو مطلوب مني انه احط شيء. اوكي كترت مي خليتها يغطي البطاطا والجزر وراح اغطيهم لحتى يستو تقريبا مو 100% 70-80%، بعدين بحط الكوسه. هلا خلينا نحضر الصوص. شوف شكله كثير يمي، كان لازم احط بيف لحم او شيء او دجاج على الاقل، بس يلا نعمل مثل الصوره. اوكي حبايبي حطيت صلصه الكاري او باودر هو بيكون، راح احط فوقه مي حتى شو ما يتكتل وانا احطه بالطنجره. سو بضل بمزجه، لازم يكون ما في كتل. صراحة ما بعرف شو هي الكمية اللي لازم احطها، بس انا يعني هيك عم بجرب معكم لاني هي اول مرة بستخدمه مثل ما قلتلكم. سو اي ثينك هي الكمية منيحة، مش متأكدة، بس اذا حسيتها منيحة بكتر يعني حسب الطعم. سو راح ابلش بهي الكمية، شوفوا كيف صار مثل الصوص. اوكي هلا حط الكوسة. هون عندي حطيت رز، حطيت له شعريه لانه حسيت الرز الابيض كتير يعني بلين، يعني ما فيه حركه وما فيه كتير طعم. سو مشان هيك حطيت شعريه مشان هيك خلي الموضوع يطلع شوي اطيب. هلا رح خلي هدول يستو مع بعض. يامي شوفوا هي شكل الصلصه، بس حاسه انه بدها شوي كمان مي. فكرة بس تحطوها مع المي بيصير المي هيك كريمي وسميك. يامي كتير شكله طيب صراحة. بقلب مشان الكاري يتساوى على كل الخضار. اوكي الاكل جهز، سيمان صار له يمكن 40 دقيقة رايحة تحمل. 40 دقيقة ما خلصت حمام؟ انه نمت بالحمام ولا شو صار معك الحمام؟ خطفت في شو اسمه مثلث بمودة بالحمام؟ ما بعرف شو صار معك. عم بستناه لحتى ناكل، بس anyway I think الرز لسه ما استوى، لسه ممكن بده 5 دقائق، فخليه 5 دقائق كمان واطلع لفوق ازعجه. وينك نامي؟ يس هذا الصحن كله إلي. هون سيامان حطيت له 2، ما بيحب يخلط مثلي، فحطيت له هون وهون. لحد الآن مو دايق. ميرا صافنا عم تقول شو هالأكل. يلا تفضل دوق إلي رأيك. طيب يلا. لا مع بعض. لا لا مع بعض. اسمع بس مرة كلامي أوكي. حط شوية من هاي على الرز. يلا هاي يا بابا شو بدك. يلا كيف؟ طيب عن جد؟ ما في مجاملات؟ انت لشي مرة عملت شي مو طيب؟ السلام عليك. شو عم بيصير هون مشاكل؟ شو عم بيصير مشاكل؟ ما جننتني ميرا طلبتها ما بتخلص. من تحت سيما انت معصب. ليش؟ قال ميرا ما بتقعد كله طلبات. ضحكتني هلكتك يعني؟ والله العظيم شيء مو طبيعي. عشان تعرف بجيب لها شيء بقعد حتى هيك قعدت بدها شيء ثاني. ميرا هاي ثاني نص. هاي ثاني نص هون. هلا رح تدور شيء ثاني بعد الثاني. هلا خلص ما عاد يهمها ثاني نص، هلا بتكبه بتروح بدها شيء ثاني. فرجيني شكلك، ليش بحسك انه منتهي؟ منتهي كل هذا بسبب ميرا؟ عصبتني والله. شو بدك تعمل؟ هذا اللي عنده بيبيات، هي هي الحياة. شو حكيت انا؟ معصب طيب ليش هيك؟ مزعوج ومعصب. حتى ما بطلع لي عصب كمان. لا لا اسمع عادي. معصب حالي. مين كان بده بيبي ثالث؟ خلص انا عصب. كات يا عمري. حيوان ميرا المفضل. الكات مش انصدمت، خافت. يا عمري هاي كات، تعال شوف. ماما لحظة لحظة مشان ما تضربك.
يا ميرا بتعشق شيء اسمه كات. حتى آدم فرحان عليه. هيا عمدي يا عمري. هي الكات عم تدلع عليهم كمان. عم تعمل لنا حركات انه اعطوني. هاي ماما خلص يعني لازم تطلع روح الكات لازم يعني. خلص تعالي اتركيها بحالها المسكينة. انا دخت والله انا دخت بدل الكات. ادم do you love cat؟ يا عمري give her a hug give her a hug. حادث صار. يي عم تتخبى منه. لا ادم لا فحم لا راحت راحت. ها فكرت عضتها راحت. كات از جون. خلص راحت على البيت. كات كم باك كات كم باك. يا عمري الزعلون. ميرا سي كات كم هير. راحت يا عمري ما بدي اياكي. او ماما شوفوا هي متعلمة انه اي شيء نحن بنحل اياه، بس هي انا ما فيني احلها بصراحة. فلازم ندخل على البيت هلا. يلا تعالي بدك كات. كيتي ماما. يا ماما كات راحت بيبي هي؟ خلص انا فكرتها ميرا لما صرخت. انت ما فكرت انه عضتها الكات او شيء؟ لا انا شفتها من هون. انا لا خفت كثير فكرتها انه ميرا عضتها الكات او شيء. بس طلعت لانه راحت ميرا صرخت. ما هذا اسمه القطار السريع؟ شو عاملين هون انتو؟ شوفوا مفرغين هدول مخاديد الصوفة وحاطينهم هون ورا بعض. هاد ممر ولا شو؟ ها بيبي؟ ها؟ شو عاملة يا عمري؟ ليش؟ ممكن أسأل ليش كمان؟ ها دودو؟ دودو؟ شوفوا هاي الخصلة عقدتني لازم أقصها. شايفينها هي لحالها هيك عم تقفز. أطول وحدة لازم أقصها هيك. هاد لازم ينقص. دودو يلا تعالي let's go inside. يلا ندخل يلا ندخل على البيت. تعالي ندخل يلا يلا تعالي ندخل. على فكرة أنتو كتير كيوت. تعليقاتكم كتير حلوة. جزر تبع ميرا. اخ 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 كتير حلوة. شاركتوني الأشياء اللي بتحبوها بنفسكم الأشياء اللي بتكرهوها. بصراحة انه حسيت شجاعة منكم قلتوا لي الأشياء شو هي وبالتفصيل اللي بتكرهوها بحالكم وليش. سو كتير حبيت. كنت عم بقرا كل الكومنتس اللي كتبتوها. I love you و ما تخلوا شيء يأثر عليكم. ميرا نوش خربتي لي الحمرة ميرا. شوفي شو عملت فيني. هذا اللي عنده. شوفي شوفي ماما شوفي شو صار. Look here. Look you have lipstick. شوفي هاي من ماما. شوف شو عملت اليوم كله عم بتغزل بلبستك تبعي. ميرا ثانية اجت خربت لي اياه. اوكي الليبستيك مثل ما عم تشوفوا مش ثابت اكيد يعني لانه كريمي مو من نوع اللي هيك بضل ثابت. انقذوني send help please. send help بعثوا لي help please. اتصلوا باي شيء شرطة اي شيء بس انقذوني من هذا المخلوق.
لحالي. ميرا ميرا أرجوكي ماما ماما بليز بليز والله والله أنا آسفة على إيه. شوفوا شو وصلني، وصلني تعليق تبع الشيلات اللي وصيت عليهم إذا بتتذكروا. هدول هنن I think والله ما بعرف كم واحدة بس يعني كتير كتير تقال. شوفوا كرتونتين بس ما رح رتبهم اليوم بصراحة لأنه بصراحة مو جاي عبالي أبدا. بكرة حضروا حالكم رح يكون يوم ترتيب الخزانة تبعي، يعني ترتيب الشالات ترتيب الشالات مع ترتيب الملابس لأنه في كتير ملابس مو محتاجتها سو رح أبعتهم على الهلال الأحمر كمان. ويس بكرة يوم ترتيب ترقبوا. اليوم لا اليوم هيك ميك اب وشو اسمه طبخ وهيك مو جاي عبالي بصراحة أرتب هلا. بحب أنا أرتب إمتى بداية النهار يعني عادة إنه مشان هيك بالليل بحب إنه دائما أسترخي قبل ما آدم وميرا ينام.